السرطان هو مصطلح طبي يشمل مجموعة واسعة من الأمراض التي تتميز بنمو غير طبيعي للخلايا والتي تنقسم بدون رقابة ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير أنسجة سليمة في الجسم، وهو قادر على الانتشار في جميع أنحاء الجسم. الخلايا السرطانية عدوانية جدا وتتكاثر بسرعة في نفس المكان، وذلك باستخدام التخمير. ولأن التخمير غير ممكن مع الأحماض الدهنية، فإن لديها حاجة كبيرة للجلوكوز السكر، فهي تحتاج إلى السكر 20 مرة أكثر من الخلايا السليمة، بحيث أن الخلايا السرطانية إذا لم تجد إلا الأحماض الدهنية فإنها تجوع، وبالتالي يقل إنتاج الطاقة الخلوية، فتفقد عدوانيتها وقدرتها على التكاثر، ويقتصر هذا الأمر على الخلايا السرطانية فقط. أما باقي الخلايا الأخرى في الجسم فيمكن أن تعيش مع الأحماض الدهنية. إن عملية تجويع الخلايا من خلال حرمانها من الجلوكوز السكر بفضل الصيام أو التجويع المتقطع أو الطويل الأمد تحفز أو تنشط الأوتوفاجي أو الالتهام الذاتي، وهي عملية تلتهم فيها الخلية البشرية المخلفات والسموم والخلايا الضعيفة والميتة والمريضة في الجسم. وكان العالم الياباني يوشينوري أوشومي قد اكتشف الأوتوفاجي، وبفضل ذلك حاز على جائزة نوبل للطب لسنة 2016. ويعتبر يوشينوري باحث في مجال الخلايا التي تلتهم نفسها بنفسها، أي أنها تدمر الخطأ الموجود فيها وتعيد بناء نفسها. وهذه العملية مهمة جدا في الوقاية من الأمراض، إذ أن الأشخاص الذين تعاني خلاياهم من خلل في منظومة الأوتوفاجي عادة ما يصابون بالأمراض المزمنة كالسرطان والسكري من النوع الثاني ومرض باركنسون والأمراض المرتبطة بالشيخوخة. وبالإضافة إلى القيام بالصيام أو التجويع اللذان يحفزان الأوتوفاجي، لابد بالموازاة مع ذلك من تغيير النظام الغذائي، وخاصة الابتعاد عن المواد المصنعة والسكر والزيوت النباتية والنشويات أو الكربوهيدرات، والإكثار من الدهون الصحية والخضروات المشبعة بالأملاح المعدنية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان. ومن بين الحالات المثيرة والتي شفيت من مرض سرطان البروستاتا الدرجة الرابعة والأخيرة المجموعة الخامسة، حالة الفرنسي جي تيننبوم الذي يعيش في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفضل الصيام سواء الطويل الأمد أو المتقطع، واللذان حفزا عملية الأوتوفاجي التي بفضلها قضى نهائيا على السرطان الذي أصابه. ويؤكد من خلال مجموعة من الفيديوهات على قناته Cancer Therapy باليوتيوب على أن السرطان الذي أصابه قد اختفى تماما من جسمه وأنه ليس في حالة خمول. Bonjour les amis, et ben écoutez, ça va bientôt faire 3 ans. Ça fait 3 ans que je survis à mon cancer stade 4 qui semblerait avoir complètement disparu. Le jeûne, je l'ai découvert grâce à des gens contestés, mais grâce surtout à l'autophagie, prix Nobel 2016. Ça a été une surprise. Les médecins ne m'ont pas vraiment confirmé ma guérison. J'ai dû lire entre les lignes, bien sûr, puisque jamais ils vont le dire. Mais quand on a vu la disparition totale de mes métastases, de ma prostate qui a retrouvé une taille normale, bien évidemment, on a compris. Bonjour les amis. Eh ben oui, vous qui avez le cancer, vous qui avez un cancer phase terminale, vous pouvez guérir. Vous pouvez guérir. Et je vous en donne la preuve moi-même. En premier,
et les Aux études. États-Unis, tu es officiellement reconnu guéri. Tu n'es pas en rémission. Tu es guéri Non, depuis mi-avril. Depuis il n'y a avril, tu plus es aucune reconnu trace. guéri. Il n'y a plus aucune trace de cancer dans tous mes examens, que ce soit mes examens de sang, que ce soit mes examens des os, la scintigraphie, ou que ce soit mon scanner qui ne voit aucune réaction cancéreuse au sucre radioactif qu'on m'injecte. Donc, j'ai plus de cancer. Point final. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون قال الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا